السيد الرئيس، السادة المنصب السياسي، السادة الزملاء المرشحين الحزب الأصل المعصب للانتخابات المقبلة، إن كل حديث عن البرنامج الانتخابي إلا ويستند على فكرة معينة للإصلاح وعلى تصور سياسي للمرحلة المقبلة، وينطوي على إجابات واقعية على كل التحديات التي تحبل بها اللحظة التي يعيشها مجتمعنا. وقبل التطرق لتصور حزب الأصالة والمعاصرة للإصلاح السياسي والاجتماعي الذي يؤطر برنامجه الانتخابي والذي يقترحه على المغاربة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، نرى أنه من الضروري العودة للتاريخ السياسي الوطني لإبراز ولو بإيجاز مسار التطور الذي عرفه الإصلاح في بلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم. الو بالنسبه للبرنامج الانتخابي ديال حزب الاصاله والمعاصره، فيه التزامات. في الاول مدرسه عموميه قويه، خصنا نرجعوا القوه ديال المدرسه العموميه باش الناس بدا يمشوا للمدرسه العموميه، توفير صحه جيده للجميع مع الحمايه الاجتماعيه وتهيئه كان السكن للجميع، واخيرا هو تشجيع الشباب والمسنين ذات اللي ما عندهمش دخل. هادو هما الاجراءات. موازنة مع هذه الاجراءات خصنا تكون عندنا واحد الكروسونس، واحد النمو اقتصادي كبير باش نقدروا نحققوا هذه الاجراءات. شحال تقريبا؟ غادي نوصلوا ل 6% على افق 26. غنخلقوا فرص الشغل في الاول ما يمكنش حيت الاجراءات غنديروها حتى 2022، ما يكون عندها ليفي ديالهم حتى 2023. 2022 غيبقى النمو تقريبا 3.9 كما قال ولي بنك المغرب. الشغل غادي يكون عندنا 136,000 منصب شغل في 2023، 2024 2022 136,000 منصب شغل، 2024 160,000 منصب شغل، ابتداء من 2024 غنوصلوا نمشيو بوتيره ديال 175,000 شغل كما كتعرفوا، واخا كاين 6% سنويا على افق 2026. من 2022 2026 غنوصلوا 820,000 منصب شغل. علاش ما غنوصلوش كل عام؟ حيت كاين بعض القطاعات اللي ما كيعطيوكش نسبه كبيره ديال فرص الشغل. القطاعات الاجتماعيه، كاين القطاعات اللي كتعطيك وكاين القطاعات اللي ما كتعطيكش. واخا كنشوف بان النقاط كاين 6%، راه ما غنوصلوش ل 1 مليون ديال منصب الشغل. دونك هذا اللي كاين، اللي غنخدموا عليها حتى هي الحكمه. الحكمه تكون حكمه جيده، وحنا هضرنا عليها، لازم تكون واحد الشفافيه في التعامل. بالنسبه لي زاجونس دو ريغولاسيون اللي خصهم يكونوا قويين ويكون فيهم واحد استقلاليه في الراي، ما يكونش واحد ديليغاسيون دو بوفوار الوزير ديال القطاع. هذا ما كيمكنش نتصوروه. الا خدينا المثال اللي هضرنا عليه ديال الوكاله الوطنيه للصحه، ما يمكنش نعطيو رئاسه المجلس، هو تابع المجلس رئيس الحكومه، نعطيو ديليغاسيون لوزير الصحه، ما يمكنش. وبالنسبه للمراه؟ بالنسبه للشباب هذا لا، اللي عملنا هي من بعد المسنين درنا واحد الاخ واحد المينيموم ان سالير دو دينيتي، روفيني دو دينيتي اللي كيساوي 50% من سميك للمسنين اللي ما عندوش واحد الدخل ويستافدوا من الله. واحد ما يمكنش واحد مسن اللي وصل للسن ديال التقاعد وما كانش مصرح في الضمان الاجتماعي، الغلط ماشي ديالو، خص الدوله تحملو، تعطي ان مينيموم وتحملو بالنسبه للصحه ديالو. لا، اولا النمو حنا قلنا 6% بناء على معطيات وضعناها في التقرير. التقرير غادي يوصلك على طريق التواصل الاجتماعي ولا عن طريق الانترنت. السي بن ابراهيم تكلم عليها وحدد علاش 6%. بالنسبه للشباب شفتوا الارقام اللي قدم السي سمير قوده، شحال هي الارقام اللي عندنا؟ تقريبا شي 48% من الشباب. قلنا عندنا واحد اربعه اقل شباب، يعني شباب اقل حتى من 40 سنه، ولكن عندنا تقريبا السن بين 40 و 60 سنه هي الاغلبيه المطلقه اللي عندنا في داخل المجموعه اللي مرشحين. لا، غير صندوق المغصره بدا ما يكمل الاصلاح ديالو، ما يمكنش يبقى هكا. الا بقى هكا غادي يولي داك الشيء اللي وقع في ملف ديال البترول غادي يبقى يزيد باستمرار ويبان لنا في قطاعات اخرى. هذا صندوق المغصره استعاد فيه النظر ويتعاد فيه ويكمل الاصلاح ديالو، التثقيف الى غير ذلك يكمل لمدى. بالنسبه للسيد المتعاقدين، راه قلتها واحد الخطره، قلت بان الحل ديال المتعاقدين هو موضوع شمولي، خاصنا نقرروا بعداش غنديروا في هذه البلاد. واش نديروا الموظفين ولا نديروا المتعاقدين؟ الا بغينا نديروا الموظفين نديروا كلشي موظفين، بغينا نديروا المتعاقدين نديروا كلشي متعاقدين. ولكن نبقاو نديروا هكا واحد النوع ديال الاوضاع ما فهمتهاش انا، واحد النوع تاع الاوضاع
القانونيه بين كل جهه وجهه فهذا غير صحيح. ولكن اذا كانوا الاساتذه المتقاعدين مع الموظفين خصو يكون لهم نفس الضمانات والالتزامات اللي عند هادو يكون عند هادو مادام كلهم موظفين ديال الدوله يشتغلون مع الدوله اما متعاقدين اما مساله ديال التحالفات. النتائج الانتخابيه هي اللي كتعطيك التحالف ماشي انت اللي كتقرر فيه. بالنسبه لنا حنايا كنا درنا انتقادات للحكومه كلها بدون استثناء، درنا لقاءات مع احزاب معينه داخل الحكومه، غادي نشوفوا شنو غتعطي النتيجه. وهذا في الحقيقه قرار ديال المجلس الوطني ماشي ديالي، وكان عندي راي فيه وكنقولوا دائما هو انه نبحث عن تحالفات ايجابيه، معنى ايجابيه على الاقل اللي عندها اراده حسنه. واللي كاين مجموعه ديال التحالفات تمت الان على مستوى الغرف المهنيه لا تعبر عن تحالف لا يكون مستقبلا، هذه غير تحالفات فرضتها الغرف المهنيه. اما التحالفات الاخرى فبعد ما تخرج النتائج غادي يبان شنو التحالفات غادي تكون انطلاقا من موقعنا في النتائج، واش حنا الاولين ولا الثانيين ولا الثالثين، علما اننا كنعتقد بان حنا غنجيو الاولين. وانا داك سنرى، هو دائما الغرف المهنيه تختلف عن النتائج التشريعيه. 2015 البام كان جاب نتائج في النتائج التشريعيه كانت اقل من ما جاب في الانتخابات المهنيه. لا ما كاينش، ما عندهاش شي علاقه، ولكن الممارسات التي تمت في الانتخابات كانت ممارسات مسيئه للعمليه الانتخابيه. الاموال كتعرفوا الحزب اللي طوط في هذا الموضوع واللي اساء العمليه الانتخابيه. انا الان دعيت الى لقاء مع بعض الاحزاب لاتخاذ موقف مشترك في هذا الموضوع، لانه لا يمكن ان نقبل هذه التصرفات هذه وهذه الاموال الغريبه التي انتشرت بشكل كبير واساءت العمليه الديمقراطيه. كنا دائما كنشتكيو من الاموال وكنشتكيو من بعض الممارسات، ولكن هذه المره هذه لم تصل العمليه الانتخابيه اللي وصلت لها الخطره هذه اساءت. وغادي نشوفوا، انا طلبت لقاء مع مجموعه من الاحزاب ونشوفوا شنو هو القرار اللي غنشوفه مناسب. تبنى وتطلق الاحلام النبيله وتنشر الهدوء والسلم وسط المجتمعين المغربي، وشكرا لكم.